عدن ليست بخير أو هكذا تبدو حالياً، فهي ما تزال بحاجة للكثير من العمل الشاق من قبل الحكومة الشرعية للتخلص من تلك المجاميع المسلحة الخارجة عن نطاق الدولة. تحد أمني كبير يواجهه الرئيس هادي وحكومته، فحتى بعد انطلاق الحملة الأمنية التي أعلن عنها رئيس الحكومة خالد بحاح تبقى هناك الكثير من الصعوبات، ولن تنجح الحملة حتى الآن على الأقل بوقف عمليات المجاميع المسلحة عن الظهور كل مرة في الساحة العدنية إلا بشكل ضئيل لا يتناسب مع حجم الحملة وأهمية عدن التي تتخذها الحكومة الشرعية عاصمة مؤقتة لها. مديرية المنصورة حيث توجد أعداد كبيرة من المجاميع المسلحة وتشهد وقوع معظم عمليات الاغتيال، بدأت السلطات المحلية عملها بمحاولة تطهيرها بالكامل. الاشتباكات ما تزال تدور في معظم أحياء المنصورة، آخرها كان في خط 90 وسط المديرية، وذلك في هجوم خاطف لقوات الأمن على تمركز للجماعات المسلحة المنتشرة هناك بأطقمها ومسلحيها، لتعود الحياة لطبيعتها بعد ساعات من المواجهات، ولا تواجد حاليا لأي نقاط للأمن أو للجماعات المسلحة. فيما تأتي الأخبار الأخرى من البريقة تحديدا من مصافي عدن، حيث أغلق مسلحون محتجون مقر مصافي عدن مانعين موظفيها من الدخول إليها للمطالبة بالتوظيف في المصافي، فيما تدخلت السلطة المحلية للتفاوض معهم وحل هذه الإشكالية العالقة. إذن تبقى عدن مستمرة في محاولتها الصمود أمام التحديات الخطيرة التي تواجهها بعد التحرير، لتكون نموذجا لما ستواجهه الحكومة بعد تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية.